السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الاخوان في هذا الفيديو اللي غادي نبارطاجي معكم حاول ما امكن غادي نهضر على المجتمع المغربي. خلاصة الموضوع، خصنا هذا المجتمع نبدلوه، خصنا نجيبو مجتمع اخر. هذا المجتمع اللي نحنا فيه دابا ما صالحش مستقبلا. هاد المجتمع الاخوان اللي كنشوفوه دابا واللي عايشين فيه، النسبه ديال مستحوذه فيه، النسبه ديال النفاق، النسبه ديال الفساد، النسبه ديال الكذب، والنسبه ديال عدم الاخلاق. هادو هما النسب اللي مسيطرة في هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه دابا. هذا المجتمع الاخوان خصنا ندقوا ناقص الخطر انه مجتمع غير نافع للمستقبل. هادشي باش غادي احنا دابا ما صاحش مستقبلا، خصنا نوقفوا ونحاول ما امكن نعالجوا هذا المجتمع. هذا المجتمع الاخوان اللي كيتحمل فيه المسؤولية الاولى هو انت كأب وانت كأم، وبصفة عامة الأسرة كتحمل المسؤولية في هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه دابا. مجتمع مسوقش المستقبل، مجتمع مسوقش العلاقات ديال المجتمع اللي كتربطو بالعلاقات الإنسانية والعلاقات جميع العلاقات ما مسوقش ليها. اللي كيهمو هو كيهمو راسو، كيهمو هو بوحدو الاقتدارات ديالو والمصلحة ديالو، صافي ما كيهموش المجتمع، ما كيهموش انه راه هو غادي تجي واحد الوقت غادي نعيشو في واحد المستنقع خطير جدا، واحد المستنقع اللي ما غاديش يبقى صالح لوالو، لا تبني فيه لا اي حاجة. هذا المجتمع الاخوان اذا ما بنيتيش انت وما بنيتوش انا ولا هو ولا هي، راه ولا ما مسوقش انت وما مسوقش انا وما مسوقش الاخر، راه اللي غادي يتضرر هو الجميع. علاش قلت انت يا الاسره ولا انت الاب ولا انت يا الام ولا الاسره بصفه عامه هي اللي كتحكم، هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال هذا المجتمع اللي هو مجتمع ماشي هو هذاك. ما لقيتش المصطلح اللي غادي نقول ليه، ولكن المصطلح الخفيف هو ماشي هو هذاك. علاش؟ لان المجتمع اللي كانوا عايشين فيه واحد العهد كان مجتمع محافظ، الزنقة والشارع كيبني المجتمع، كيبني الانسان. دابا لا، دابا الزنقة كتخسر كل شيء. هذيك الزمان القديم كان التعليم كيلعب دور، التعليم بالضبط كيلعب دور مهم جدا. دابا حنا في هذا الوقت التعليم ما بقاش كيعطي المردود ديالو، ما بقاش كيعطي الهدف ديالو، هو تربية الإنسان المغربي، تربية الطفل المغربي، تربية التلميذ المغربي. اش غادي يربي هاد الاستاذ الا كيهضر مع تلميذ وكينوض كيضربو، كيتهجم على الاستاذ؟ مابقاش هاديك الاستاذ احترام بينه وبين اللي غادي يربيه، مابقاش. واشنو كتسناو؟ واللي كيزيد الطينه بلاتا هو الاسره كتمشي مع الدري، ماشي كتمشي مع الاستاذ مثلا. يعني ما تسناش الاسره المغربيه، ما خصهاش تسنى الاستاذ ولا التعليم انه يربي ولادو. ماشي انت كتخرج للخدمه والزوجه ديالك كتخرج للخدمه وكتسنى انه راه المدرسه غادي تربي ولادو؟ لا، راه الا ما ربيتيش انت وما ربيتيش هي، راه ما كاين والو. خصكم تعرفوا انه البذور ديال المجتمع راه إما باتوش الأسرة راه ما كاين والو، يعني كلشي كيرجع للأسرة. إلا الأسرة خرجت لينا
اطفال خرجت لينا بودور زوينه، راه يكون مجتمع زوين. ماشي كل واحد كتكون عنده اسره كيلوح الزنقه تسنى الزنقه تربيهم، ما يمكنش. حنا كنا في واحد العاد تخرج برا تاكل العصا، تخرج برا تاكل العصا، هنا تبقى في الدار كتحترم. دابا من القناه دابا حتى الابناء ما بقاش كيحترموا بوت، هما كيحترموش مواتهم. وهذا هو الكارثه كاع. يعني الا وضحنا في هذا الشيء يعني راه ما كاين لا تربيه لا والو، يعني المجتمع غيولي غابوي بمعنى الكلمه. لكن كيف ما كنقول للاخوان هو انه خاص الاسره تراجع الاوراق ديالها في تربيه الابناء. ما قديتيش دير اسره ما ديرش اسره، قديتي دير اسره دير اسره، ولكن اعطينا واحد الزريعه اللي هي ممتازه صالحه للمجتمع المغربي. ماشي مثلا اسره ما قداش دير 10 دراري ولا 15 بنت وتخرجوا من الزنقه، ما يمكنش. واش شي كنشوفوه؟ شوفوا سيروا طلعوا المدن الكبرى، مدن الصفيح، كيسموه مدن الصفيح، يعني راه كاين مجتمع اخر. مدن الصفيح يعني كاين مجتمع اخر. واخا ما خصنيش نعمم، لان مدن الصفيح كاين فيهم اسر ملتزمه واسر مزيانه كتخرج الناس احسن من اللي احسن من اسر ديال المدينه ولا ديال. ولكن ما تسناوش ان الاسره ولا المجتمع هو يربي ولا ان المدرسه هي تربي، ما بقاش داكش. خصنا شي شويه نرجعوا للور. حنايا دابا المجتمع المغربي خص شي شويه يضرب الفران ويرجع للور، يرجع للور شي شويه. وحتى الدوله تتحمل مسؤوليه، خصها تحط برنامج وتحط لنا بروغرام باش نحاول ما يمكن نعالجوا هذا المجتمع. لانه غادي الهويه، غادي الاجرام، غادي شحال من حاجه. ما بقاش الدري صغير كيحترم الكبير. حتى انت اللي كيهمك غير الفلوس باش تجمع الفلوس وداك الشيء باش دير مشاريع، راه الا ما درتيش مشروع في واحد المجتمع زوين ونقي واعي، راه ما كتخرب، راه هذيك الفلوس غتضيع. ما تضيع، ما خدامش. لاحظوا مثلا اوروبا كيركزوا على المجتمع، كيركزوا على التربيه، كيركزوا على العلاقات الانسانيه، كيركزوا على هذا الشيء. كتهضر ما كيحترم مصطلحات ديال الاحترام، كتهضر مع شي واحد دابا في المغرب اش كاين؟ طق 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 انت السبان. هذا هو الاهم. دابا حنا الا بغينا المغرب نهزوه لقدام ونهزوه لفوق ونديوه للمستقبل، راه ما ديناش واحد المجتمع معانا للمستقبل، راه كنخلطوا. دونك كيف ما الدوله كتحط برامج مستقبليه وبرامج تضيع فيها الملاير والفلوس، راه خصنا نضيعوا الملاير في هذا الشعب. راه هذا الشعب باش غادي نبنوا المغرب، وهذا الشعب باش غادي نحتفظ على القيمه ديال المغرب. دونك هذا الشعب خصو يتغير، خصو يتبدل عقليا وتفكيريا تربويا، كل شيء خصو يتغير. خص المسؤولين يجلسوا للارض. ناقص الخطر دابا ماشي تقول لي الغلاء وتقول لي كل شيء ولا تقول لي سميتو ناقص الخطر. انا بالنسبه لي انا هو كيفاش تحل المشكل ديال المجتمع المغربي اخلاقيا، الضمير، ما خصوش يقبل الفساد، ما خصوش يقبل يتهجم على الاخر. هذا هو الاهم عندي انا من الفلوس، من الكرش، بهذه العبارات. حتى الاحزاب ولا اللي كيتزعم راسو كيناضل، ما عمرو حط لنا برنامج ديال التربيه، برنامج ديال الاسره، برنامج ديال المجتمع. ما خصوش يكون الهم ديالك هو كيفاش تجبد لهذا المجتمع اللي عندك بالفلوس ولا بالاهداف، بشي اهداف وما كاينش كاع، ما عمرك تحققهم كاع. ولكن كاين الاحزاب ما كيهموش هذا الشيء، انه الشعب يكون واعي ويكون مثقف ويكون زوين ومربي. كاين اللي ما كيهموش هذا الشيء، كاين اللي كيهمو انه يعيش في مستنقع. كاين احزاب كتحرك في المستنقع. هذا هو اللي خص البلاد مركز عليه. راه خصنا نبنيو المجتمع ديالنا، خصو يكون مزيان،
ما استفدنا منه، حنا يستفدوا فيه الاحفاد ديالنا ولا اولادنا، لان حنا غادي كان باين لي انا مجتمعنا غادي الهويه، غادي الهويه، وخاصه في هذه الظروف هذه راه حنا غادي الهويه بمعنى الكلمه. واحد النقطه اساسيه هو كان طالب انه الامن المغربي يرجع للهيبه ديالو، يسقط لي الامن بمعنى الكلمه. راه حتى الامن، كيلعب دور اساسي في تربيه المجتمع، الامن وخاصة يرجع الهيبه ديالو. نتمنى هاد الاخوان هاد الكلام يعجبكم وبارطاجيوه باش يوصل لجميع المغاربه. واول مره كتشوف هاد القناه حمام كنشارك فيها، دير ابوني باش تشجع المحتوى ديالها، ودير لنا واحد جيم، ودير واحد كليكي على واحد جرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا، اي فيديو كنديرو كيوصلك. وتحيه لكم والى فيديو اخر ان شاء الله.